أجمل التهاني والأماني والأغاني للسيدة الكونتيسة. أشكرك. مبروك سيدي الدوق. أشكرك صديق العائلة، لقد تأخرت. نعم كنت أعمل شعري. كم أنت وسيم؟ شكرا. ممكن سؤال؟ اتفضل. لو قبلت أختك أو نصبح نسايب؟ لا نصبح خالصين. امرح امرح فلندخن الغليون يا أصدقائي. هيا بنا نمرح. لا أتخيل حتى الآن أن الكونتيسة مارغريت أصبحت زوجتي. هل أنا أحلم؟ لا يا عزيزي، لقد تحقق الحلم، لأننا سوف نمرح سويا في الحدائق بين الزهور والورود ونتأرجح معا على الأراضيح. أشكر الرب الذي جمعنا سويا، وأعدك أنني سوف أسعدك أيتها الكونتيسة الظريفة اللطيفة. وأنا أعدك أننا سنحيا معا أجمل أيام الحياة. مبروك عليك يا أختاه هذا الزوج الغني السري المريش. إنك دائما تتميزين بالحظ السعيد وعوافة. وأنا أتمنى لك حياة سعيدة مع فيفيان إخ في القريب العاجل. ده عندهم ميلالو. أم ميلالو؟ زوز 55. مبروك مبروك يا ابنتي، ضحى في عينيك سيدي، إنها كالزهرة الفلوكسية لا تهملها. اطمئن يا عمي، فابنتك كالماء والهواء والغليون. انت جاي تفضحني؟ بقولك ايه، الراجل جاي يناسبنا. ما هذا؟ هذا حدث. مارغريت، ما انت؟ الهرب والمرض. مارغريت يا كونتيسة، انت لقد قتلت الكونتيسة. عشيقتي، ابنتي. اشرب بيه. ايوه يا باشا. بقول لك ايه، امرني يا باشا. هات ابوك روح المستشفى شوف اخويا ابراهيم، بيقولوا عيان قوي. اخوك مات يا باشا. وخليه ايه؟ اخوك مات. مات؟ يا باشا. طب بقول لك ايه، قوم شوف لي الزمالك عمل ايه مع بترو جيت امبارح. انا يا باشا. وعايز طلب كمان، قوم اقفلوا كوبرا عصر النيل من 3 ل 3 وربع سمر يا باشا. ايوه عشان العيال رايحين لجدته. بيحصل يا باشا حالا. والساعه 6 اقفلوا كوبري الجامعه. افتحوا لهم جنينة الحيوانات. ايوه خليهم يلعبوا مع الحيوانات. قول للواد ميدو ابوك بيقول لك العب مع الاسد، هقطع رقبته لو لعب مع القرد او اي حيوان تافه. حاضر يا باشا. بالسلامه. مع السلامة. استنى يا شريف بيه. عمر يا باشا. بعد المهمه دي اعتبر نفسك مفصول ومتحول للتحقيق. يلا حبيبي. اهلا. يا رب زدني رعب. انت زفت الطين. تمام سيادتك يا باشا. ايه ده؟ انت مين يا سيادة الامين؟ جيت هنا امتى؟ ايوه لسه جاي امبارح يا باشا. كنت فين قبل ما تيجي هنا؟ كنت في مباحث الصعيد. اهلا بالصعيد واهل الصعيد. وايه اللي جابك؟ عملت ايه؟ مصيبه ولا ايه؟ ابدا يا باشا، انا كان مكلفيني بمهمه، سبت المهمه واخدت العيال ولادي عشان افسحهم. حلو قوي. سبت المهمه لميري وخدت ولادك تفسحهم. ايوه يا باشا. طب ده كلام جميل قوي قوي قوي. حلو. ما خدتش فيها حكم ليه دي؟ ما قالوا لي بدل ما هنسجنك هنوديك لضابط تخدم معاه، تتمنى السجن بدل ما تخدم معاه. هم قالوا لك كده؟ يا باشا قالوا لي كده. وقالوا لي قالوا لك ايه عني كمان؟ قالوا عنك يا باشا انك يعني قاسي شويه. وايه كمان؟ وانك عنيف قوي. وايه كمان؟ وانك ظالم ظالم قوي قوي يا باشا. الحمد لله، اهم حاجه ان الواحد سمعته تبقى طيبه في كل مكان. الحمد لله. حلو قوي. يبقى انت جاي ومش ناقصك حاجه، عارف هتشتغل مع مين. تمام سيادتك يا باشا. افرد دارك يا سيادة الأمين. أهو اللي تشوفه سيادة. الرجالة اللي معايا تقف ثابتة. حاضر يا باشا. أنت عارف إيه اللي نجاك؟ إيه؟ إن أنت من الصعيد وأنا بحب الصعايدة. رجالة، أقف أنت بقى يا أمين. يلا غور، هات لي المتهم. اللي تشوفه سيادتك. السلامة. قدامي، قدامي. إيه ياد ده؟ أنت داخل عليا بالجزمة؟ أنا لابس. إيه لك جزمة؟ ما تشوف شغلك يا سيادة الأمين. تمام سيادتك. مدخلني متهم بالجزمة؟ لا خلاص شلناها.
سمعت عني ايه ياض؟ قالوا لي ان انت مفترق. يا ياض كلموك على الخاتم بتاعي؟ لا انا هوريهولك. فين يا باشا؟ ايه رايك؟ حلو. هاتوا هلا عشان اوريه الخاتم اللي في الايد التانيه. وايه رايك في ده؟ هاتوا. انت ياض اللي قتلت الوليه؟ انا قتلت وليه يا باشا؟ انت اللي قتلت الوليه ولا لا؟ والله ما قتلت حد. انت شكلك هتتعبني. شكلك هتتعبني. تعالى. حاضر يا باشا. كنت فين يا ياض ساعد وقوع الجريمه؟ كنت ماشي في الشارع. وايه اللي ماشيك في الشارع؟ كنت راح افطر فول. يعني مفيش فول الا في الحته دي، ما مصر كلها عربيات فول. هو ده احسن راجل بتاع فول. الله، انت هتصاحبني وتنصحني اكل منين؟ انت هتنصحني؟ انت بس حلو يا باشا. مالكش دعوه يا سياده الامين. تمام يا باشا. وتفرد. حاضر. فرد. يا باشا تعالى. شكلك هتتعبني وهتطول معايا. انت شارب ايه ياض؟ انا يا مبرشم. انت مبرشم؟ والمصحف. مبرشم والمصحف. شارب. لا ما بتحبش بالمصحف. بلاش، ما بحبش كذب. شارب كوكتيل. مبرشم. شارب كوكتيل. يبقى مبرشم. ما الكوكتيل ايه؟ فخفخينه يعني، ما هي بلاوي سودا. كوكتيل جوافه يا باشا. انت هتطول معايا، هتطول معايا. وضرتني وضيعت عليا درس الايروبكس بتاعي. رد على الزفت ده. تمام يا باشا. الو، ايوه سعاده الباشا. ايوه سعاده الباشا، بيعمل ايروبكس. ايوه مع المتهم يعني. ايوه. لا والله، قول لي يا باشا وانا ابلغه. ايه 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 في ايه يا سياده الامين؟ تمام هبلغه يا باشا، مع قدامي. سلام يا باشا. في جريمه يا باشا وحصلت، ولازم نتحرك دلوقتي نروحها. جريمه ايه؟ جريمه قتل يا باشا. ما انا في ايدي جريمه زفت هات لما اخلص منها. مين اللي كلمك؟ اللي كلمني مساعد الوزير يا باشا. تمام تمام. قال لك ايه سياده اللواء؟ قال لي الجريمه دلوقتي حصلت ولازم نروح في قصر الكونتيسه مارجريتا. قصر ايه؟ الكونتيسه مارجريتا. قصر الكونتيسه. ايوه مارجريتا. انت متاكد انت بنقول من المباحث؟ أيوة. ولا مسارات المجانين؟ لا والله، هم اللي قالوا لي في التليفون يا باشا. وقف عادل. تمام وقف عادل. قصر الكونتيسه. ايوه يا باشا. فين القصر ده؟ في كراتة يا باشا. كراتة. كمان حلو قوي. امتى حصلت الجريمه دي؟ حصلت من 180 سنه. من ايه؟ من 180 سنه. سياده اللواء قال لك كده؟ ايوه. ماشي. الداخليه عايزه تجنني، بس انا مش هتجنن، وهحقق في القضية دي لو من 1000 سنة مش 180. قامت الساعة كام من 180 سنة؟ قامت الفجر يا باشا. وحياة النبي، انتوا عارفين ان هي قامت الفجر؟ عارفين من 180 سنة. أنا معاكم للآخر. أنا معاكم لإيه؟ للآخر. للآخر. قول لحاجتك لما وحصلني وياك تنسى حاجة. حاضر يا باشا. شوفوا سيادتك يا باشا. حلو قوي. لا فعلا شكلهم من 180 سنه. ماشي. ايه الزفت اللي انت جايبه معانا ده؟ من ساعتها قلت هات كل حاجه معاك. هو ناقص غباوه، ناقص غباوه. لا احونا في اي حته. تعال نشوف الجنون اللي احنا دخلنا فيه ده. 180 سنه عايشين، ما بيعجزوش، ما بيموتوش. حلو قوي. ورينا يا حبيبي. حلو قوي. بحضر محضر سكر يا حبيبي. حضر. العب يا بابا، العب بس. والشعر والفساتين من 180 سنه. انا معاكم للاخر، انا معاكم للاخر. حلو قوي، حلو. خلي بالك من البنت دي. تمام سلام. ممسوكه نشل في بلاد دكرور 3 مرات، اخرها على عيد الصغار اللي فات، اللي بيقولوا لك ناس من 180 سنه. انا معاهم للاخر. اما نشوف. ادي الجمل وادي الجمال. تمام سلام. مين الافندي ده؟ ما شاء الله، حلو. لبس ده متأجر. الواد ده شكله مش مريحني، عينك عليه. تمام يا فندم. ومين اللي بيقوق ده؟ وريني يا حبيبي. يا صلاة النبي، بانجو كمان. حلو قوي. تلبسه بوريك، تلبسه خش، أنا معاكوا للآخر. ومين اللي قابل المعاد هناك ده لوحده؟ تعالى يا أخويا، تعالى. ده متأثر قوي. شكل القتيل أمه. معلش، هنعرف كل حاجة. هات يا حبيبي هات. امسك. حرز يا اخويا اللي جاي تشم. حرز لكش انت دعوه. وريني يا حلوه. يا صلاه النبي، حلوه قوي. قضايا مضمونه، بانجو وخمره، حتى السماله
وناس مش عايشة الواقع اللي احنا عايشينه واستهبال، لكن انا معاهم للاخر. بص يا اخوانا، انا اللي انا عايزه معايا في المكان عيلة القتيلة بس، كل الضيوف برا. تعال يا حبيبي، تعال يا حبيبي، قلت لك تحفظ على الزفت ده. تمام يا باشا. يلا برا، يلا برا برا برا. انا هتجننوني هجننكوا. اطلعوا برا من الاخر. اشربوا اشربوا، حلو قوي. انا الدوق فالكاو زوج الكونتيسة مارجريت. اهلا. وعندي معلومة مهمة قوي يا باشا. انت عارف ان انا بطل الجمهورية في حقوق الانسان ولا لا؟ طبعا. يعني عايز معلوماتك تكون صريحة ودقيقة، يا اما هطير رقبتك. عشان كده عندي معلومة مهمة جدا. قول. انا اكتر واحد شاكك فيه ابو القتيلة، لانه عايز يورثها. حماك؟ طبعا. يقتل بنته عشان يورثها؟ هي دي الحقيقة. يا الدنيا غرف فيها ايه؟ ماشي، بس انا ما قلتش حاجة يا باشا. لا عيب يا وقت. انت بتعمل النهاردة؟ انت منين؟ من الدقي. ماشي. نام يا سيادة الدوق. نام يا باشا. باشا. انا دوق محترم يا باشا. انت مين؟ انا دوق محترم. انت لسه مصر ان انت دوق يا باشا؟ امسك عوضية. العيني يا ابا. امسك عوضية يا ابا. العيني يا ابا. حرامية على دي الكذاب. العيني يا ابا. احنا في سنة كام يا واد النهاردة؟ 1812. برضه عايزين تجننوني. ماشي. الحقيقة. ماشي. قتلت بنتك ليه يا راجل؟ انا ما قتلتهاش. امال ايه؟ الدوق ده هو اللي اتجوزها. ايوه. وهي اتكنتلت من 3 4 ايام. اتكنتلت من 3 4 ايام؟ ايوه يا باشا. والنبي ايوه يا باشا. وانت كنت فين لما بنتك اتكنتلت؟ كنت هنا يا باشا. كنت فين لما بنتك اتكنتلت؟ باشا النبي يا باشا. ثانيه واحده اخلص. انا عندي معلومه تانيه مهمه. ايه؟ اخر جمله قالتها له القتيله قبل ما تموت: مش هديك مليم احمر من ثروه جوزي. مليم احمر من ثروه جوزي. ده دافع اكيد انه يقتلها. طبعا يا باشا. ماشي. بس باشا انا ما قلتش حاجه. لا عيب، ده انت بتعمل النهارده. انت منين يا ابني؟ من امبابه يا باشا. اجدع ناس. ارفع يا سياده الدكتور. قتلت بنتك ليه؟ اه الحقني يا ابني. الحقني هتلحقكم. هتلحق. عاملين لك ايه؟ بوريكم عايزين تجننوني. حاضر. الراجل اتحط في السبيرتو لحد ما اجيله. اللي بعده برضه مش عايز تعترف. اعترف بيه يا باشا. معلش حاضر. تهرب ايه للقتيلة يالا؟ انا اخوها الصغير. اخوها؟ اخر مرة اختك كانت بتعمل ايه قبل ما تموت؟ كانت بترقص. في حد يقول علاقته بترقص؟ احنا في سنة كام يا قد الوقت؟ 1818. برضو مصرين تجننوني. ماشي. ماشي. اختك اخر مرة دخلت الحمام امتى؟ امبارح الصبح. وانت شعرفك بتبص على اختك من خلال الحمام يا قاطي. باشا. ليه؟ انا شاكك في الواد ده كمان. ليه؟ ابوها كان بيعملها احسن منه. آه. وكمان كان قاطع عنه المصروف. تمام، يبقى ده المبرر انه قتلها. طبعا يا باشا. تمام. بس انا ما قلتش حاجه يا باشا. عيب، انت معايا من النهارده في مكتبي. انت منين يا ياض؟ من حوش عيسى. احسن ناس حبيبي. انت يا ياض. عوضين. يا باشا يقعد في السبيرتو. اللي بعده. ده انا اللي محتاج السبيرتو. شكلك كده بقالك فتره ما عملتش ضوافرك، وانا هساعدك في الموضوع ده. كفايه كهربا بقى، كفايه كهربت. يا ابن الهبل، ده انا مش هقولك ده وفرك، ده عبيط. طب بلاش الصباع ده، بلاش الصباع ده. يعني ده هيفرق عن ده؟ طب خد ده. علاقتك ايه بالقتيله يا ياض؟ انا حمدي ارزوان صديق العائله. كنت احبها حبا جما. كنت اريد ان اغتصبها في الجبل في المغاره. بس الدنيا كانت ضلمه وانا بخاف من الضلمه. ده ذكر يا ياض. باشا الواد ده اكيد هو اللي قتلها. ليه؟ بقاله فترة بيحوم حواليها، ده غير ان انا نفسي كنت هقتله. مية مية، يبقى هو اللي قتلها. بس انا ما قلتش حاجة يا باشا. عيب، ده انت معايا في المكتب من النهاردة. انت منين يا ياض؟ لا الحقيقة مش فاكر. طب تمام، استناني بقى عشان عايزك في كلمتين على روقان. عينيا يا باشا. اتفضل، خد دي هدية مني. عوضين يا باشا. حطوا له منوكير. تمام يا باشا. اقول لك ايه؟ ايه؟ افكك وتعلمني البيانو؟ باشا بص ايدك، الراجل ده بيقشعرني. انا عايز اعرف حاجه واحده بس. ايوه يا باشا. انت مين؟ انت مين؟ ومين؟ انت منين يا ياض؟ من امبابه ولا العجوزه؟ انتوا عايزين تجننوني. عايزين تجننوني. انا من الدويقه يا باشا. انت دلوقتي من الدويقه؟ ها؟ ولا مش انت ابراهيم ليه يا يالا المسجل؟ مش انت اللي خطفت عربيتي من قدام القسم قبل كده؟ والله ما سجلت حاجه. انا اللي فيها. انا اللي فيها دوك يا باشا. كنت عايز اختم والله. تختم؟ انت عايز تجننوني؟ تختم ابوك قسم؟ ده انا شايلك دي و40 قضيه تاني يا باشا. انا قلت يمكن تترقى ولا حاجه. هوريك انت ايه؟ خلاص يا باشا، خلاص يا باشا، الحمد لله يا باشا.
شوف انا شايلك ايه. شويش تمام يا فندم. تعال خد بيدي خرجنا، تعبت من كتر الضرب. باشا كلاوي كلاب، نفسي اعمل فيك حاجه احتقرك فيها. يا باشا قوم يا ولد، ودي وسيبني. طيب روح معاه وسيبني انا في 180 سنه دول. تم بحمد الله كده القضيه اتظبطت 100 100. ازاي يا باشا انا اللي قاتل؟ انت كذاب وما عندكش ضمير، انت ما قتلتش. انا بقول لحضرتك انا اللي قاتل. وانا بقول لك هتقابل ربنا ازاي يا راجل بكذبك ده؟ مش انت اللي قاتل في المسلسل؟ انا اللي قاتل وما ينفعش ما يبقى باشا انا اللي قاتل. لا انا هخليه قاتل وتحرق المسلسل. عايز حاجه تاني يا باشا؟ لازم اكون انا قاتل عشان القاتل ما حدش يتوقعه، لان انا اللي قاتل. انت خلاص المتهم اللي عندي محدش يتوقعه خالص، وانا اوريه لك دلوقتي. مش انتوا عايزين تجننوني يا بتوع 1800؟ انا اوريكم الجنان. هات الواد اللي معانا المسجل. تمام يا باشا. بس استنى عليا، استنى عليا. تعالى ياض، امضي ياض ان انت اللي قتلت الكونتيسه. امضي هنا. امضي يا باشا، الناس دي مجانين ولا ايه؟ مجانين، انتوا لسه شفتوا جنان؟ امضي وخلصنا. يلا اخلص. هات يا حبيبي كده 100 100 القضيه وزي الفل، وانا اقوى ضابط مباحث شافته المنطقه، وهوريكم في المحكمه. قشطه. انا بقى هتجنن معاكم. مش انت عايزين تروشوني ب 1800؟ انا هاجي معاكم 1800. ادخلوا الراقصات، شغلوا المزيكات. يلا هوبا هوبا الحلوة بقت طعمة، بقت طعمة ولا سهر جديد. لا خف بتروح لما بتضحك، بتروح لبعيد. أمورت الحلوة بقت طعمة، بقت طعمة ولا سهر جديد. لا حول ولا قوة إلا بالله، البودرة دمرت الشباب. ما تحطش في بالك يابا، المهم انك ربيت ولادك احسن تربيه. لا يا ابني، ربنا يبارك لي فيك انت واختك، انتوا النعمه اللي اداني ربنا. بس انا صعبان عليا شباب البلد، بودره التلج دمرت اجيال. بذمتك دول المستقبل؟ دول هيبقوا مستقبل؟ البودره دمرت شبابك يا بلد. حول ولا قوه الا بالله، اللي الواحد شايفه ده. معلم عايز سندوتش معلم. بطل ده ايه ده يابا ده؟ انت مش بتسمع يقولوا واحد بيشرب بودره وواحد غرقان في البودره؟ هو ده الغرقان في البودره. ودي اخرتهم ايه دول يابا؟ تسلخات والعياذ بالله. قوم بقى غور من هنا. يلا هتغور من هنا يا يلا يا. ايه ده؟ بس ايه يا حاج ده؟ ايه اللي عرفك بالبودره والكلام الكامل ده؟ لا ما ابوك كان شقي ياض يا ميشو، من زمن الزمن كنت قدك كده. ايام ايام يا ميشو اشتغلنا انا واصحابي ببودره التلج وبودره العفريت، كانت بتجيلنا مليونين، وعملنا فلوس ملهاش عدد ولا حصر، لحد ما في 24 ساعه خربوا بيوتنا وفلسونا. ازاي يابا؟ دخلوا لنا بقى نزلوا الزيوت والكريمات، وقعدنا احنا نولول زي الحريم. بس الحمد لله ربنا ايه ختم لنا بالحلال، وربنا يبارك لنا في ايه؟ في الخشب. في ايه؟ الخشب. يلا ننزل مغلق الخشب. يلا يابا. اسمع كلام ابوك يا ميشو، خليك واد فروت. الحكايه كلها والبيزنس كله في الاخشاب يا ابني. جيبك من الكلام الفاضي اللي بيعملوه في الناس دي، الفلوس زايله. المراكب بتتعمل من ايه؟ من الاخشاب. السقوفه دي بتتسقف بايه؟ من الاخشاب. الابلكاشه دي تنتمي لايه؟ من الاخشاب. يلا بقى ننزل المغلق وربنا يبارك لنا. يلا كلمه السر يابا. صدق ابوك باين عليك كبر يا ميشو. معلش افتح يا باب، احنا الاحباب وتجارتنا هي الاخشاب. لا ده يا عم يا حاج. تعال. مين حبيب بابا؟ ميشو. مين روح بابا؟ ميشو. ربنا يبارك لك يا ميشو. نور يا معلم. عامل ايه يا ياض؟ كله تمام. شد حيلك، طبخها وطبخها كويس، ناشف ايدك وما تبلش تاني. عامل ايه يا هارنور؟ خدامينك يا معلم. يا ريت تكون العلامه اللي في وشك دي بقت درس وبطل الدق القديم. انا خدامك يا معلم، ما اقدرش. انا عارف، ما انا عارف. وريني. ايه دي ياض؟ ها؟ دي استباحتي يا معلم. استباحتك؟ بتستبح بكل دي؟ ما شاء الله، هعديها لك. الفرش عامل معاك كام قطه؟ 25 يا معلم. 25 بالظبط؟ 100 100. انا اهم حاجه عندي الميزان والدقه في الميزان. يا رجاله لازم تفهموا ان سمعتنا هي سر استمراريتنا. بس المره الجايه عايزه 28، عايزين نكسب. ها؟ اوامرك يا معلم. يا ابويا انا كل يوم اتعلم منك حاجه جديده. واحد غيرك كان يقول لهم عايز في الفرشه 30 40 قطه. لا انا عايز افهمك حاجه، الحنيه في الشغل تطول العمر وتكسب، القسوه تجيبنا ورا.
مين اللي سبب الصبة دي؟ انت يا معلم تسلم الايادي تسلم الايادي نقصها 10 سنتي. فهمت يا حبيبي؟ فهمت يابا. والاهم من ده ومن ده عايز اقول لك نصيحه، افهمني بقى، ابوس ايدك ابوس ايدك، خليني افرح بيك. ها خليني افرح ايه؟ ياد عايز ادب ايدي، ايدي توجعني، ايه الرهرطه دي؟ انشف بقى ياد، عايزك عود خرزان. اسمع نصيحه تاخدها من ابوك محدش تاني هيقولها لك طول حياتك، اوعى تامن لحد مهما كان. زي مين يا حاج؟ زي صرصر ابن خالتك وحبيبك. افتح اتفضل. صرصر؟ ايوه. انزل يا قط، انزل يا خاين يا كلب. اقفل. صرصر افندي مرشد للحكومه، وبيرشد على مين؟ على المعلم ابراهيم العقاد. شفت؟ شفت النسيبه؟ شفت الوكسه اللي احنا فيها؟ بترشد على مين؟ على اللي رباك وجوز اخوان اخي يعني. يابا ايش حنام حنام حنام؟ ايه انت فاهم حاجه قبل حنام؟ فاهم ايه يابا؟ وكان ايه لازمته الشريط اللاصي؟ حرمت عليك عيشتك يا خاين العيش المالح. قول يا عم وقسع. خلاص انا عشان خاطر امك وامه والله كنت ناوي شويه على النار، بس خلاص سماح، انا مش هقتله. اصيل يابا، بس هذبحه. ايه رايك؟ بصراحه يستاهل. واي 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 كده 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 حنام حنام. طب ما تقول حنام لوحدها، اللي قبله كله ملوش لازمه، محدش فاهمه. انت قاعد يا زفت. امرك يا معلمي. يلا خد الحته دي قطعها وشفيها وعبيها في كاس وبعتها لي على البيت. امرك يا معلم. على انهي بيت؟ بيت الكبير. يلا يلا حنام حنام. يلا يلا يا خاين. أكتر حاجة أكرهها الخيانة، أكتر حاجة. الله نورك يا كباس. اضغط اضغط، ما عندناش وقت، العربيات جاية بعد ساعة. ياض عايز أمسك عظمة، الله يخرب بيتك. اسمع كلام أبوك، أنت ياض اللي هتشيل كل حاجة من بعدي، والحاجة دي محزناني أوي. ياض اجمد بقى واسترجل. أهو يابا. تلات حاجات ما تقربش منهم في حياتك. تلات ايه؟ حاجات. اول حاجه ظابط المباحث. ظابط ايه؟ المباحث. تاني حاجه المرشد، لان المرشد بيقول لظابط المباحث. تالت حاجه البيتزا. البيتزا هي اللي عامله الرهرطه والبلاوي اللي انا شايفها. خلاص يابا. فهمت؟ فهمت. ربنا يبارك لي فيك يابا، ربنا يبارك لي فيك يابا. انا كلامك ده حاطه ستيتس على الفيسبوك. حاطه ايه؟ ستيتس على الفيسبوك. وكل ما افتح اللاب اقراه. حطيتني يا واد على الفيسبوك والستيتس؟ امال يابا. حطيت امك ولا لا عشان بتزعل وتغير؟ طبعا يابا. حط عمتك عنياد بالمره، ودي حاجه تفوتني. ربنا يبارك لي فيك يا ابني وفي الستيتس بتاعك. كبرت ياد كبرت. تعالى في حضني يا ابن عمري. ياد مش عارف اقفل ايدي عليك، الله يخرب بيتك. كله من خيرك يا حاج. خير ايه؟ 600 كيلو وتقول لي خيري؟ ده انتوا خلصتوا خيري، يخرب بيوتكم. يلا رجاله شدوا حيلكم. يابا مش هتجيب لي الفيسبه اللي نفسي فيها؟ فيسبه؟ فانا بقى لي ساعه عمال اديك نصايح، ودخلتك المعمل الخاص بتاع الرجاله وتقول لي فيسبه؟ الله يخرب بيت. اطلع من هنا. خلاص يا ما تدخلش معايا المخزن. خلاص يا فيسبه ابن الهايفه ده، ما تشتغل يا ورده. بنت يا ورده. ايوه ايوه يا حاج. مر سخني لي الكارع اللي فايض من العشاء. عينيا. قررت تاكل كوارع؟ اه قررت. حاضر. يوه مال وقعت مني. ايه؟ ورق الطلاق. حلو قوي. بص بقى يا ورده، شغل السهوكه والخلاعه ده ما بيدخلش عليا. وبعدين عايز اقول لك على حاجه هتصدمك، امكانياتك مش ماشيه مع اهدافك. لا متهيألك يا حاج، كل اللي في المنطقة اعترفوا بإمكانياتي. كلهم بيخدعوك يا ورد. بقولك البضاعة وصلت؟ وصلت. قطعتيها؟ لسه. سلفنتيها؟ لسه. بعتيها؟ ابيعها ازاي وانا لسه لا سلفنتها ولا قرطنتها ولا قطعتها؟ ودي صوتك ودي صوتك. حاضر. بقولك ايه؟ ايه يا حاج؟ انا بقالي 50 سنة في السوق، سمعتي زي الجنيه الدهب عشان ملتزم في مواعيدي. انا بقيت نمبر 1 في المخدرات عشان ما باخرش الشغل. خش قطعي وسلفيني وجهزي البضاعه. يلا غوري. من عينيا. بس اياك يطمر. مش هيطمر. حلقتها. هي ايه؟ ورق الطلاق. يا سليحه. يا اخواني اسمها المجنونه دي، حول ولا قوه الا بالله. ها
بابي يا سي بابي حبيبي يا بابي. عايزه ايه؟ في واحد برا. خلاص يا عايزه اكل. في واحد عايز يقابلك برا دلوقتي حالا. اسمه ايه ده؟ اسمه مدحت. وبتاعي مدحت ده عايزني في ايه؟ ده عريس جاي يتقدم لي. ويجي كده فجأة كأني كريمية ما يعرفش ان انت بنت الحاج العقاد. اقول ايه؟ اقول ايه؟ الولد ده مش متربي. هتقولي هتقولي انا اللي هربيه. ايه نظامه الجدع اللي واقف بره ده؟ نصابه ولا ايه؟ عاين وشوف وقول. عاين وشوف هي لسه فيها معاينه؟ هيترفض، ما عنديش انا جواز دلوقتي، البنت لسه صغيره. ترفض ايه يا حاج؟ عاين الاول، ما تتنكش قوي كده. استغفر الله العظيم يا رب. قابل يا حاج. كبسه زكي يا حاج. ايه؟ حاج ايه؟ انا مش عارف الف. لا لف يا حاج. وربنا ما قدر الف. لا انا لففك، انا لففك يا حاج. انت هتوديني فين؟ انت هتسلميني يا ورده؟ يا حاج انت هتسلميني يا حاج. اتعامل اتعامل يا حاج. اتعامل مع ايه؟ استلم انت بدل هو ما يستلمك. خايف تكون البنت عرفت عننا حاجه وعايزه تسلمني. لا ما تقلقش يا حاج، يلا. اهلا وسهلا. لا ما تخشنيش، الاذن الوسطى بتخليني مهزوز يا ابني. اهلا 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 خطوة عزيزة. هو ده الاخ اللي قلت له؟ اهلا. يبقى مات هو ده؟ مات. انا تحت امرك يا سعادة الباشا. اهلا اهلا بيك يا عمي. اهلا وسهلا، اتفضل استريح. اتفضل يا سعادة الباشا. لا هنا 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 نقعد، او جرب هنا ما تقعدش جنبي. يلا 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 شوف اللي وراك. يلا قطعي قطعي ولفي وظبطي. عيني عيني. لحمه تقطع اللحمه. اتفضل. ارجو اني ما كنتش جيت في وقت غير مناسب يا عمي. من يوم ما بدانا في الكار وقالوا لنا اللحظه بتيجي مره واحده، ربنا يستر. اهلا اهلا اهلا. كلمني عن اسرتك وعن نفسك. انا رائد في مباحث المخدرات يا عمي. يا حاج حاج على الشاب. بس الاذن الوسطى بتخليني ارمي شمال. ربنا يكفيك شر المرض. اقعدي اقعدي. ارجو اني ما كنتش جيت في وقت غير مناسب يعني. لا يا اخي، ما قلنا لك في اي وقت. اهلا وسهلا بيتك خطوه عزيزه. كلمني عنك وعن اسرتك. احنا عيله ليها باع كبير قوي في الداخليه. ليها ايه؟ باع كبير قوي في الداخليه. اهلا وسهلا. والدي يبقى مساعد اول وزير الداخليه. زهرات يا ورده. وعمي يبقى مدير امن الجيزه. صوت يا وردة. وجدي اللي قبض على ريا وسكينة لو تفتكر حضرتك في الفيلم. ما اتفرجش على الأفلام. وجوز خالتي يبقى رئيس مباحث أمن الدولة. حق ايه؟ حق يلا يحرق الحق واللي قبل الحق في يوم واحد. ده ختمها لي ختمة وحشة لما المؤاخذة يا ابني. الأذن الوسطى بتخلينا أخرف. شديني يا حضرة الضابط. الله عادي. الله على النسب يا ورده. ارجو اني ما كنتش جيت في وقت غير مناسب يعني. زهقناش بقى يا سعاده الباشا، ما قلنا لك اهلا بيك. سلفنتيها بسلفان احمر. ما لقيتش احمر، حطيتها في اخضر. ياكل؟ لا 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 ما ياكلش. سلفنيها في ازرق ونزلي السعر. حاضر. يلا انت عارف اللحمه والغلابه. اهلا يا حضره الضابط. امورنا يا اخويا. انا جاي اتقدم لطلب ايد بنتكم المصونه وجوهرتكم المكنونه. انت هتقول لي قصيده شعر؟ من هي ايلالي؟ اهلا بيك. اهلا وسهلا. علم وجاي يا ابني. انا مضطر استاذن يا عمي، ندائي الواجب. خير يا حضره الضابط. في تاجر مخدرات بدور عليه بقالي شهرين، واخيرا عثرت عليه. مطلوب مني ايه يعني؟ قوم. لقيتوه فين يا حضره الضابط؟ أكبر تاجر مخدرات في الزاوية الحمراء. الدليل. معلش معلش، أصلها رقيقة أوي بتزعل لما الناس تتحبس. هنخرجه هنخرجه. فرفش فرفش فرفش. عجيبة. هو حضرتك تعرف عبد الجليل؟ ما أعرف عبد الجليل منين؟ أنا سمعت اسمه في الجهاز. هو لسه في تجار مخدرات في البلد؟ يوه يا عمي، دول كتير أوي. زي البق في البطانية. بس بشرفي. أنا إيهم بقى. ابعد يا حاج لحسن هيرجع عليك. إيه رجع إيه في الليلة السودة دي؟ ربنا معاك يا ابني وطول في أمرك. نتشرفنا بيك وسلم لي على والدك. يوصل يا عمي.
الله يخليك. بعد اذنك. اتفضل، ده يوم المنى انك تشرفنا تاني. وصلي سعاده الباشا يا ورده. يا باشمهندس. ايوه. اضطرت منك وانت واقف على الباب بره. هي ايه دي؟ الدبوره اللي كانت على كتفك. انا بتهزق يا عمي. لا لا استغفر الله، تعبانه ست غلبانه. مع السلامه انت. مع السلامه. انت بتشاوري له وافهمها. بتشاوري له. انت عايزه ايه؟ انت عايزه تحبسيني؟ ايه البلوه اللي انت جايبها لي دي؟ انت عايزه تسجنيني؟ انت مش عارفه ان ابوكي بيشتغل في الاخشاب، وساعات الخشب ده بيبقى فيه شويه منه مسوس يعني. عايزه توديني بداهيه؟ اخوك المسجل ده هو واصحابه لما يطلعوا يلاقوا البلوه ده هنا يجرى لهم ايه؟ على طول ما انت متجوزاه. استر عليها يا حاج. استر عليها ليه؟ هو حصل ايه؟ اوعى تكوني هبله يا بنت. مش هحبه يا بابا. بتهير امك ورحمه امك ما انت متجوزاه. بص بقى يابا، هتوافق على مدحت خير وبركة، مش هتوافق وحياة أمي اللي هتجوزه وأهرب بيه. الله الله، تتجوزيه ولا وتولنا على الكراسي وبقينا نزاع. لا تعالي بقى أفهمك الصح، ما تنسيش بقى يا حلوة إن أنا مضيك على وصولات أمانة وممكن أحبسك دلوقتي. لا ما حصلش. لا حصل. لا فاكرة الاستمارات اللي مضيتك عليها بعد الثانوية العامة بتاعت التنسيق دي؟ كانت وصولات أمانة ومسك عليك السيديهات ومسك عليك الصور، يعني ممكن افضحك في اي لحظه. يلا على اوضتك. يلا. انت شبهت لما تخش اوضتك انا مروقاها، اوعي تعكش السرير. تكنيله بنت رخمه. اليوم المهبل ده نعمل ايه في المصيبه دي يا ورده؟ اخلص منها واقتلها. اقتلها؟ يعني ما دخلتش السجن في المخدرات، اخش في قتل بنتي؟ يا نهار اسود. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا شايلها للواد اخوها يغرف ده يا ام الاثنين. اقعدي خلينا نكمل الكوارع. عينيا. اكل معاك كوارع؟ طبعا. انا مش تعبان عليها الا حاجه واحده. ايه؟ لهبل ابن لهبل ابو ريال اللي هيتجوزك. ده هيتهنى يا حاج. بعد امر طويل ان شاء الله. اشربي اشربي. يا نهار اسود، ضابط شرطه. يا اخوان يا افضل اللي بتتعلم. الواحد ما بقاش فاهم حاجات كتير بتحصل في الحته. وردة للصنف النظيف. ده في محلات بتفتح في الحتة من غير ما نعرف جهازه ليه. بس هنعرف. هنعرف. بقول لك ايه يا عم الاسطى؟ ايوه يا معلم. ألف مبروك يا سيدي. هلا بتاع مين المحل ده؟ المعلمة وردة والشماعة اللي معاها. معلمة وردة، وفي معلمة اسمها وردة من غير ما نعرف. وردة مين يا ابني؟ معلمة وردة يا معلم. مين المعلمة وردة؟ خدامتك يا معلم. بنت وردة الخدامة اللي عندي؟ الله الله الله. والشماعة اللي معاها؟ مين اللي اشترى البيت ده؟ المعلمة وردة والشماعة اللي معاها. يبان عليه شماعة معتبرة، يبان عليه شماعة وأبوه شماعة وعيلته شماعات. حلو، البيت برضه وقعت واقفة شكلها. وهي فين المعلمة؟ مأنتاخة فوق شوية. خليها مأنتاخة، مش شاكلين أصلا. تعال أشرب شاي. الله يخليك يا معلم. هاخد لك مارينا خشب. الله يخليك يا معلم. الله يبارك لك. المعلمة وردة والشماعة. أما نشوف. ما هو الشماعات كتير دلوقتي. عيال ملهاش رجالة تربيها. دستور. الله، ده الكلام صحيح بقى. انا قلت الواد الصنايعي بيخرف، قلت هطلع عليه ورده كده ولا ورده كده. ده طلعت البنت ورده الخدامه اللي كانت بتشتغل عندي. سبحان العاطي الوهاب. سفره بعد ما كنت بتزغرط انت واهلك على الطبليه، وستاير وقيمه. الله 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 الله. جريه ورده، منين ده كله؟ انت مالك يا عقاد؟ في ايه؟ داخل علينا بالحنجل والمنجل كده يا عقاد؟ قلتيها يا ورده؟ انا المعلم ابراهيم العقاد يا بنت. اوعي العين ما تعلاش على الحاجب يا ورده. اسكت. مش دلوقتي بقت تعلى وتعلى وتعلى لحد ما وصلت للقيمه؟ والنبي طبعا، ما كل ده بفضل البقف ابن البقف اللي عمل لك الهلومه دي. معلش نسينا نتعرف عليه. وجاب لك ايه تاني اللي فندي؟ ما بلاش يا عقاد. مفيش بلاش، لازم اعرف جاب لك ايه يا ورده. دكانه وشقه. ورده ورده ورده، وحشتيني يا ورده. يا دي اللي جابك البيت النجس ده؟ ايه اللي بيطلعك هنا؟ انزل على المغلق. كلمتين مع الكلبه ديت واجيلك. يلا تعالى تعالى. انت عايزه يسيب بيته ويروح على فين يا عقاد؟ لو انت مشمش انت ميشو البقف ابن البقف.
انت يا ميشو الشماعة الناطع ابن الناطع. ليه يا ميشو؟ ده انا منبهك قلت لك خلي بالك وحذرتك، مالكش دعوه بظباط المباحث ولا المرشدين، دي اخرتها. ليه يا ابني؟ انا عملت فيكوا ايه يا ابني؟ انا شقيت عليكوا وربيتكوا بالحلال. انت يا ميشو؟ ايوه يابا القلبي وما يريد، انت عارف ان ورده احسن واحده بتعمل بيتزا في المنطقه. بيتزا؟ طول عمرك عجل في كرسي بتجري ورا بطنك، تبيع ابوك وعيلتك وناسك عشان بيتزا ولا عشان لبست لك الاحمر والاصفر وبلافيتك يا انطاره؟ الله يخرب بيتك وبيت اليوم اللي خلفتك فيه، وطبعا جبت لها الدكانه والبيت بفلوس النقط اللي قاعد قدامك، وطبعا اكيد حطيتها على الاستيتيوس اللي حطيتنا انا وامك وعمتك عنايات عليه. لا ما تقلقش، خليته شالني من عليه، اصلي لقيته بيئه ولامم، خليته عمل لي هاشتاج على تويتر عجبتني قوي الحمامه. والهاشتاج ده مش كانت اختك اولى بيه بعد ما جوزها دخل السجن يا ميشو؟ ضحيت بعيلتك كل مالك يابا؟ في ايه؟ وايه اللي جاب البحر هنا يا ميشو؟ بحر؟ مالك يابا؟ ساتر يا رب. كسرتني اختك، كسرتني باليمين وانت كسرتني بالشمال يا ميشو. طب تعالى لما اجبسك. هيك 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 ابوك بيهكر. هيك ايه؟ هوبا جالي الشلل الرعاش يا ميشو. يابا بتفقر ليه كده؟ جالي الشلل الرعاش يا ميشو. أبوك بقى عبيد يا ميشو. وإيه اللي عبطك؟ يا ابني هديت أبوك يا ميشو، إبراهيم العقاد اللي كان شنبه بيهد الدنيا، راحت عليك يا شنب. كله اللي شنبك يابا راحت عليك. إيه؟ مسك الشنب يا ميشو. هيك أبا ما قلت له بلاش يا عقاد. لازم تحسوا باللي بتعمله. نرفع كل حاجة فوق، إيدين فوق، واحد هوبا يمين، واحد هوبا شمال، واحد هوبا يمين، واحد هوبا شمال. مين الشطورة بقى اللي هتعرف تعمل الحركة ديت؟ هايل 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 سمبولاغا، طول عمرك ولد موهوب فنان قدام السلطان. طول عمرك وفي سمبولاغا حضرت طلبيه الجواري الجديده لمولانا السلطان سليمان؟ موجودين وانا بدربهم بنفسي. موزز ولا؟ موزز تشكرات سمبولاغا، تشكرات تشكرات سلطان، تشكرات. يلا واحد هوب يمين، واحد هوب شمال، يلا واحد فك شوي، يلا 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 يلا. دستور السلطان سليمان المعظم. بعتهم الأربعة على الأوضة. لو تكرمتم أنا عايز أقعد مع السلطانة الأم والحريم الأربعة بتوعي والباقي برا برا. سليمان ابني الغالي مالك؟ شكلك كده خدت قرار الحرب. بقولك ايه يا سلطانة، سيبك بقى من قرار الحرب والأوامطة الكدابة دي. فين ال 400 دولار بتوعي؟ 400 دولار؟ 400 دولار بتوع ايه؟ ال 400 دولار بتوع ايه؟ انا بحذرك يا سلطانة تلعبي الجيم ده معايا. الله، انت نسيت نفسك يا سليمان، انا السلطانة الأم وانا السلطان المعظم، وممكن اعزلك، اقسم بالله قلعك السولجان والتاج وارميك تنضف الحريم زي زمان. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي مخليك متاكد كده؟ هقولك ايه اللي مخليني متاكد. فاكره من 13 يوم اما كنت راكب الحصان بالاماره خدت مني 700 دولار، حصل ولا لا؟
حصل حصل سليمان حبيبي افتكرت افتكرت 700 دولار ايوه بس انا رجعتهم لك خانك ذكائك يا سلطانه رجعتي 300 بس يا حلوه وقصري عشان ما اتكلمش في اللي بالي بالك لا بقى ها اتكلم في اللي بالي بالك ها التاج اللي على راسك يا قطه هي حصلت التاج ايوه التاج ده مكتوب في المراس بتاعي انا التاج ده يا سليمان ابوك كاتبهولي في القايمه هو والسجاجيد والله طيب انا هتغاضى كسلطان على كل التفاهات دي بس في حاجه لا يمكن اسكت عليها شريط الترامادول ال 225 اللي في درج التسريحه كان فيه 4 حبايات اتاخد 2 وانا شايفك ما شاء الله بتحركي في القصر ولا بنت 17 حلال عليكي اديني الحبايتين اللي فاضلين اديكي شايفه جرمع الحريم اللي لسه رايح على الاوضه الولد اتجنن ابراهيم باشا ابراهيم باشا يا ابراهيم باشا بتدعيلي ابراهيم حسن اعمل اللي تعملوه بقول لكم ايه اقسم بالله اقلع لكم مالتي واعمل لكم فضيحه واولع لكم في القصر ده خلي بالك يا سلطانه اوعوا تكونوا فاكريني خرنج لا انا سبونش بوب واصفر كموني يا سلطانه وده لوني على فكره ابراهيم باشا هنعمل ايه ده بيقول انا مش خرنج سبونش بوب واصفر كموني وانا قبل ما انام في حاجات لازم اعملها احنا نلمله ونخلص انا ما معيش في البوك بتاعي غير 15 دولار وانا بتاع 30 شايلهم في القفه كنت اعمل حسابي لليوم ده هتصرف ادوكوا معانا يا حبايب يلا يا ابله ما تعدهمش سيبيهم ببركتهم حبيبي يلا يا حبايب يلا يا ابله يلا يا ابله يلا يا قمر مكمرهم في الكم ده القمر ده سكر وعسل حلاوه حلاوه بعد اذن حريم السلطان يتفضلوا على الاوض مولاي ولا تزعل نفسك لا يا حبيبي طالما حقي معايا ما بزعلش سلامه مية مية أنا مخنوق عايز أشم هوا يلا يا مدحت هات برتقانة يا مدحت أشرها لي يا مدحت اصحوا كانوا فاكرين هيقلبوني بس انا طلعت ابن اصول طول عمرك اصيل ابن اصل لعلمك كان ممكن اشكها محضر وبهدلها بس انا بتبع مكارم الاخلاق طول عمرك كريم ابن كرمة انا مش فاهم بيبصوا لي ازاي مع اني صايع قديم وهم عارفين طول عمرك صايع ابن صايع تنبل معلش يا مولاي معلش معلش Здравствуйте, мой дорогой король. Угощайтесь, пожалуйста. Это на хрустике мы вместе с мамой готовили. Это с изюмом. خد من البقسومات وخلصني. ايه الرغي ده؟ انا فضيلك. ايه القرف ده؟ امشي. ايه اللي جرى للحراملك؟ ايه اللي جرى له؟ انت ما شفتش حراملك يا سنبل قبل كده. الحراملك كان ايام ابويا الله يرحمه. سيبك بقى من المناظر دي والاحجام دي. لا 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 لا. انا كنت بمشي مع ابويا الله يرحمه وانا امير صغير كده هنا في الكوريدور ده. كنا بندوس على النسوان بندوس دوس ايام ايام سلطان قلبي ايام حبيبه الروح اللبن مولاي لتاني يوم بتعرضي عليا اللبن يا هيام وانت عارفه ان عندي اسهال ماشي في القصر في وسط الناس بسهل بسهل اعمل ايه عشان افهمك ده ليه معنى واحد إن أنتِ ما بقيتيش مركزة مع السلطان المعظم وليكي أهداف أخرى. بس ده مش موضوعنا، بعدين دي البتاع اللي في إيدك ده. ورا ورا يا سنبل خطوتين، ورا. إيه يا وي؟ أفندم مولاي. أفندم إيه؟ أنتِ داخلة بتتدحلبي هتنيميني يعني؟ أنتِ بتستهبلي يا ولية؟ أنا مش كذا مرة مكلمك ما تطلقيش صدرك كده رايحة جاية في القصر.
قلت لك في زفت رجاله وفي ناس. ايه يا ولاد انت متجوزك وافير ولا ايه؟ مدفوقي والراجل عمال يقول لك دستور دستور. حسي حسي بقى ولميهم بدل ما احرمك منهم. اتفضلي. بقول لك ايه، هجي لك بعد ربع ساعه. ويام استغفر الله العظيم. مش مبسوط؟ صباح الخير يا مولاي. اهلا. اتفضل الشاي يا مولاي. البنت دي جابينها منين؟ من زكستان. يلا يا بنت خد يا بنت، تعالي تعالي هنا. انا مش عايزها، مش عايز بنت كده تحس. عارف هقول ايه؟ انا عايز ابدلها، اروح للامير اشرف في القصر الشرقي اديها له وخليه يبعت لي بدلها نهى. يلا. ايه الزهق ده؟ انا عندي فراغ يا سنبل، ما بقاش عندي حاجه غير ان اقعد السله واقعد اعمل خواتم لحد ما كرهت الخواتم. مش عارف هاجرهم بقى ولا اعمل ايه. ماتيريال كتير قوي باخده من السلطان على الخواتم. فراغ فراغ، حاجه تجيب الضغط. دواء الضغط يا مولاي. وما بيطلعوا منين دول؟ خد منها دواء الضغط. انت مين يا حلو؟ انا زوجتك يا مولاي. زوجتي؟ انت هتستهبلي ولا انت لقيتي الحريم مرطرطه وقلت العب اللعبه؟ جوزتك امتى؟ شهر 6 اللي فات يا مولاي. كدابه، شهر 6 اللي فات كنت في معسكر ابو قير قعدت اسبوعين. قصدك اخر 6. برضه كدابه. اخر 6 اتجوزت ام احمد الزنجيه. لا الزنجيه دي كانت شهر 7 يا مولاي. اسره عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ فاكرك فاكرك سنبل. ورا ورا عشان سنبل. فاكرك كنا في الخيمه اللي في الاخر صح؟ ايوه يا مولاي. لما اشرنا على ناس فاكره؟ طبعا. يا مولاي شوفت صوت فاكره لما شفت انت رابطه هنا على رجلك ايه ولا لا؟ رابطه خنجر ليه يا حلوه في رجلك؟ شايله لمين الخنجر؟ هتقتليني ولا تقتل امي؟ انا اسفه. طلعي الخنجر طلعي الخنجر. ارجوك سامحني يا مولاي. سنبل. ايوه. شله حلوه ولادي وهات الخنجر. يا خاينه يا وضيعه. كله مؤامرات كله مؤامرات. انا هوريك. سامحني يا مولاي. اسامحك ايه وانت شايله لي خنجر وماشيه بيه في وسط القصر؟ ارجوك يا مولاي. ما في. انزل يا ابني هات. اسمع انت رايح فين يا ابني؟ رايح فين؟ هات شايله لي انا خنجر. هات. كشفت لعبتك الوضيعه. امسك فرمان طلع يطلع عليها دلوقتي وتدبح هي واهلها واللي بيعرفوا اهلها. يلا بلاش قرب. خيانه يا النساء يا النساء. انت يا زفت يا سنبل. ايوه. روح قول للهوانم اللي قاعدين في الحرام لك اكل وشرب على قفايا، اللي ما خرجوش يستقبلوني في الكوريدور ويترموا عليا ويبوسوا في لبسي، بكره الصبح هتتقطع رجليهم وتتعلق على باب القصر. وروح للسلطانة هيام قول لها السلطان المعظم جاي لك بعد 10 دقايق، خليها تظبط اللازم. يا مريت بختك يا هيام، يا حظك الاسود يا هيام. هيام إثارة الحب تبكي؟ ايه ما تعشتيش ولا ايه؟ مالك؟ ما فيش يا مولانا. لا 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 أكيد فيه يا هيام. لازم تتأكدي إن أنت دوناً عن الـ 84 ست اللي أنا متجوزهم، أنت سبيشال كيس. بجد يا مولانا؟ أنا سبيشال كيس؟ شور. أنت عندك إمكانيات يا بنتي خطيرة جداً، أوبشنز خطير. أنت حنينة كمان يا هيام. أنا لما بنام على صدرك يا هيام بحس إن أنا نايم على سرير بدورين. قولي لي ليه البكا؟ أمك يا مولانا. أمك يا مولاي؟ اسمها أمك؟ ما علينا، مالها أمي؟ أمك يا مولاي بتتعمد كل يوم الصبح تتأخر في الحمام وتسيبني برا يا مولاي محصورة. محصورة؟ إيه المستوى ده؟ إحنا في مراحيض عمومية هنا، إيه محصورة دي؟ وبعدين ما أنت اللي بتستهبلي، أنت سايبة الـ 200 ألف حمام اللي في القصر وجاية عند حمام أمي؟ سليمان! أمي تعمل هناك إيه؟ أبداً يا سلطانة، قاعد مع مراتي في اوضه النوم. قاعد مع مراتك في اوضه النوم بتعملوا ايه؟ ايه يا اتمنعت اليومين دول ولا ايه؟ اتمنع ايه يا ولد؟ ان الراجل يقعد مع مراته في اوضه النوم. لا بس هيام دي بالذات انا قرشه ملحتها ما بتنزلش من زور. بقول لك ايه يا ام السلطان، اقعدي يا اختي افري وهري كده في نفسك على طول. انا يا اختي في الاوبشن مش تجميع محلي. يا واد انت يا فابريكا يا حلو. هيام ما تنسيش انها السلطانه الام. بقول لك ايه يا سليمان، اسكت انت ما تتدخلش. حاضر.
انت قاعده هناك وبتردحي لي يا بتنتي. يا امي مش للدرجه دي، لو تكرمتي اهدي شويه. اخرس. حاضر. انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ يا معصعصة، يا خنفسة، يا قردة، يا منسنسة. بقولك ايه يا حبيبتي، ما يغركيش ياختي عينيا زرقا دول ولا شعري الاصفر. انا يا عينيا خالصة ومخلصة ودارسة ومدرسة. بعدين انت واقف معاكوا ترميسة ولا ايه؟ ما تلموها بقى. وديني لنا مربياكي. تربي مين يا اختي؟ حلوة. اديها يا امي، اديها بالشمشب. ايوه ما تضربي بالشمشب اللي انت ماسكاه ده، انت بتزغرطي ليه يا بنت الهبل؟ ايه ده اديها بضهرها، امي عندها دس. عندي دس. يلا اديها. النهارده منورنا ونجاح ساحق لفيلم شعبان مبروك ابو العالمين حموده. تقول ايه للجمهور اللي جوه كله؟ ميرسي الاول يا انجي. بقول طبعا للجمهور يعني كلنا، اذا كنت انا او وائل احسان او الاستاذ يوسف معاطي او شركه الانتاج، كلنا تعبنا على الفيلم دوت عشان خاطر الجمهور، فرد الفعل الحمد لله الحمد لله. اول تعامل مع الكاتب يوسف معاطي، هنشوفك قريب تاني معاه؟ الحقيقه للاسف يعني انه اول مره، بس ان شاء الله بعد كده في اعمال باذن الله تكون مفاجاه باذن الله. محمد هنيدي النهارده بتفكر تعمل جزء تاني للفيلم بعد النجاح الكبير قوي اللي شفناه؟ والله احنا فكرنا في جزء تاني، بس الحقيقه في فكره جديده طلعت وان شاء الله تنفذ قريب، وهو ان نتحول لمسلسل باذن الله. مسلسل؟ ان شاء الله. اشمعنى؟ مسلسل هيديكي وقت او يدي الاستاذ يوسف معاطي براح يتكلم في مواضيع كتير في المجتمع، فاهماني، شخصيات اكتر، وان شاء الله يبقى مفاجاه مش عايز احرقه. شعبان مبروك ابو العالمين حموده، اسم الفيلم طويل قوي. ما هو اسم طويل عشان بطل الفيلم قصير، احنا بنقول للناس كده، لكن هو اسم، هو كان جريء شويه، جربناه على الناس، في ناس انبسطت وناس استغربت، ولكن الناس استوعبت الحمد لله. عايزه اهنيك تهنئه خاصه مني ومن كل الجمهور اللي موجود، بنقول لك الف مبروك على فيلم شعبان مبروك ابو العالمين حموده. شكرا للنجم محمد هنيدي، الحقيقه يا جماعه حقيقي جامد. شكرا. ميرسي. برافو. ومعانا كمان دلوقتي المخرج وائل احسان، اتفضل. مبروك على الفيلم جدا. الله يبارك. طيب لو سألتك محمد هنيدي إيه اللي بيميزه عن بقية جيله؟ لا، كل ممثل له مميزات، ومميزات هنيدي كمان وشه البشوش. طيب عموما أنا بشكرك جدا جدا بجد على وجودك معانا النهاردة، والعرض الخاص جدا لفيلم شعبان مبروك أبو العالمين حمودة. بشكر جدا المخرج وائل إحسان، واستنونا أكيد وعروض خاصة تانية، عروض خاصة جدا جدا، والنهاردة كنا مع فيلم شعبان مبروك أبو العالمين حمودة. اهلا يا استاذ يوسف، ازي حضرتك؟ موجود يا فندم. الاستاذ يوسف معطي يا استاذ. يا جو، ازيك يا حبيبي؟ وحشني. التصوير ماشي تمام الحمد لله. ايه؟ تتكلم بجد؟ دي فكره تحفه. عايز تعمل شعبان مبروك ابو العالمين حموده مسرح؟ الله عليك. وكده يا معلم نبقى عملناها ثلاثه، الفيلم والمسلسل والمسرح. انا موافق جدا، توكل على الله. اتفضل قدامي. ايه ده؟ ثانيه. يا استاذ يوسف، استاذ بقفل. يوسف معاطي المتهم الاول. المتهم الاول؟ خير يا فندم، في ايه؟ احنا شرطه الاجزاء. شرطه ايه؟ الاجزاء. انا مش فاهم حاجه، يعني ايه شرطه اجزاء؟ بعدين اتفضل. اتفضل فين يا فندم؟ في ايه؟ امشي. ايه يا جوده اللي بيحصل؟ يا استاذ اقول لك محامي؟ تقومني محامي وانا حرامي فراخ يا جوده، كلم النقابه. امشي. ايه ده؟ فندم فيها يا فندم، مش فاهم حاجه. بعدين امشي. يا نهار اسود يا جماعه، انا ممثل مش ارهابي. قدامي. امشي. ايه الاوفر ده يا فندم؟ انا ابتديت اخاف. انا قلت قدامي يعني قدامي. امشي. امشي اروح فين؟ ايه ده؟ لا سوري يا حضره الضابط، لو تكرمت. انا بس مش فاهم انا هنا بعمل ايه، ايه المكان ده؟ اخرس، انت لسه شفت حاجه؟ قدامي. هشوف ليه يا فندم حاجه؟ انا راجل ممثل وليه نقابه، وبعدين انا ما غلطتش في التمثيل، كل اللي قلته انا الاستاذ شعبان مبروك ابو العالمين حمودي، يعني ما غلطتش في حد. وسالت قالوا لي ان هنا قسم الاجزاء، يعني ايه؟ قالوا لي بيقبضوا على الممثلين اللي بتعمل كذا جزء.
ليه يا فندم؟ بعدين بعدين. لا مش بعدين، استاذ اسماعيل ياسين عمل اجزاء ما حدش كلمه يا امشوا. حاضر حاضر. انا مستغرب بصراحه، ايه ده استاذ صلاح استعداني صورته هنا ليه؟ ايه ده انتوا قابضين على ايه يا فندم؟ يا نهار اسود استاذ صلاح سلامتك. انا عرفت، انا فهمت، يمكن عشان حضرتك عملت ليا الحلميه ثلاث اجزاء. طب الاستاذ يحيى الفخراني كان معاك ما بردوش عليه ليه؟ لازم نعمل مظاهره يا استاذ صلاح، ده موضوع عجيب. كان عامل ثلاث اجزاء اهو. بعدين بعدين انا بس بعدين. يعني بحاول افهم، انا مش حاجه عجيبه بصراحه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده استاذ نور الشريف كمان؟ ايه ده يا نهار اسود استاذ نور، حضرتك ماسكينك ليه؟ فيلم حبيبي دايما كان جزء واحد. صح، يبقى عشان مسلسل الدالي عملته كذا جزء. احنا مش لازم نسكت يا استاذ نور بصراحه، ما يموتونا ما نمثلش بقى، صح ولا؟ انا عايز افهم بس، يعني الجهه اللي بنتعامل معاها دلوقتي تبع وزاره الداخليه ولا تبع معهد فنون مسرحيه؟ انت هتتجنن. بعدين انت هتتجنن يا فندم، حضرتك ما ينفعش كده، انا ليه محامي. طب حد يتصل باشرف عباقي. الله، لا كلموا لي اشرف عباقي يا جماعه. بص بص، ايه ده ايه ده ايه ده؟ ارحموني يا ساتر يا رب. انا مظلوم. ده مين ده؟ مظلوم. ده الاستاذ محمود المليجي. بريء. لا لا. ارحموني انا مظلوم، انا بريء. عم حسن حسني. طبعا يا ريس، ما انت ما شاء الله عملت اجزاء كتير، لازم يقبضوا عليك. طب ولع النور. يا خبر ابيض، الاستاذ غسان مطر. سلامتك يا استاذ غسان. انت مين؟ انت مش عارفني يا ريس؟ انا محمد هنيدي اللي عملت معاك فيلم امير البحار. الله، يبقى افتكرتني. محمد هنيدي وغلاوتك عندي انا تروى على الاخر. الف سلامه عليك يا ريس، سلامتك. طب وجايبينك ليه؟ انت اللي عملت فيلم اجزاء ولا مسلسل اجزاء، جاي في ايه يا ريس؟ شياطين البحر. فيلم شياطين البحر بتاع زمان؟ ليه، ايه اللي حصل فيه؟ انا الكافتيريا. قضيت كافتيريا؟ كافتيريا، قضيت كافتيريا. كنت اعزم الشباب اللي معايا الممثلين محمد عوض ويوسف فخر الدين وحسن يوسف. اسقيهم واطعميهم على حسابي. خدت بالك؟ وبعد كده خدت لوح شوكولاته بالبندق. وجزوستين سباكس. روقت نفسك يعني؟ روقتهم وروقت نفسي. طبعا. فطبعا قالوا لي ايه ده ايه ده، دي اموال الدوله وانت ما دفعتش يا ريس؟ لا ما حسبتش البوفيه. معلش يا ريس، يعني الحق حق بصراحة، الجماعة عندهم حق، يعني فيلم إنتاج الدولة ماشي، بس ما تقعدش أنت تعمل فيه أبو علي وتعزم محمد عوض. إزاي؟ ما أنا عزمتك إيه؟ أنت. أنت عزمتني، عملت معاك فيلم أمير البحار ما جبتليش فنجان قهوة. يا راجل أنا اللي طعميتك في القهوة. أنت طعميتي؟ لا سوري، مش قادر أتعاطف معاك يا عم غسان. أنا آسف يا سجان. يا سجان هتعمل ايه؟ همشي واسيبك، انا اتخنقت، انا فاخد حرام عليك يا راجل. صلي على النبي. خدني من هنا وعمل لي فيها فييس قوي، ولا جبت لنا شاي في الفيلم؟ يلا يا راجل خد. والله ما قاعد معاه. سلام عليكم يا عم هنيدي. سلم لي على الهام شهيد، قول لهم يرحموني. اهلا 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 الله يخليك. اهلا وسهلا حضرتك فندم، ربنا يخليك. اتفضل. شكرا يا فندم. لا لا والله اتفضل على كرسيك. لا ما يصحش يا فندم. لا لا ازاي، اتفضل. متشكر. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. شكرا يا فندم. معلش انا اسف. تحت امرك. طلب اخوي. تحت امرك. بنتي بس صفاء. بتحب حضرتك قوي. يلا تحت امرك، ربنا يخليها ويحفظها ان شاء الله. شكرا شكرا جزيلا. شكرا. اتفضل. ميرسي جدا. العفو. اتفضل اقعد. والله يخليني اقعد. اتفضل اقعد. ايه ده؟ انه في يوم اسود واخبر على كل جاسوس متآمر، تم مواجهة المتهم الثاني محمد هنيدي بالآتي. إيه علاقتك بشعبان؟ شعبان مين يا فندم؟ شعبان عبد الرحيم؟ هنستعبط، هنستعبط من أولها يا فندم. مفيش استعباط ولا حاجة، بس يعني أنا طول حياتي ما عرفتش واحد اسمه شعبان. أخ أخ منكم أنتوا يا فنانين. أخ هتكذب عليا؟ عايز تفهمني إنك ما تعرفش حد اسمه شعبان؟ خلاص فهمني حضرتك، لأن واضح إن حضرتك عندك معلومات شخصية عني أكتر مني. طب يا سيدي، شعبان مبروك أبو العالمين حمودة، ولا أقول كمان؟ أيوة يا فندم، شعبان مبروك أبو العالمين حمودة، دي شخصية اتكتبت وأنا مثلتها. إيه الموضوع يعني؟ بس كده، ضابط ساذج أنا.
ساذج عشان اصدقك واكتب الكلام ده كله في المحضر. لا يا فندم العفو، انا ما قلتش كده، بس بصراحه يعني حضرتك مكبر الموضوع قوي، ده اوفر كده. ده يعني في ايه؟ انا مثلت شخصيه، ايه اللي حصل يا فندم؟ ولا حضرتك بتشتغلني بقى؟ اشتغلك ضابط فاضي وما عنديش شغل عشان اشتغلك. يا فندم العفو انا ما قلتش كده ولا اقدر اقول كده، انا تحت امر حضرتك. ايه الموضوع؟ ايه الموضوع؟ تقديمك للشخصيه دي فاكثر من عمل، فيلم، مسلسل، وبتسعاله في مسرحيه. يا فندم حضرتك لازم تعرف ان ده مش قراري انا، في مؤلف وفي مخرج وفي منتج كده يعني. تقديمك لشخصيه المدرس الفلاح القروي الساذج قاصد تهينه وتسخر منه في المجتمعات الغربيه. لا والله يا فندم بالعكس، ما كانش كده خالص. تقديمك لابناء الوزراء بانهم مجانين، عابسين، لاهين، القصد منه خلخله السلام الاجتماعي في المنطقه. يا نهار اسود ومنايل، ايه يا جماعه في ايه؟ انتوا مكبرين الدنيا ليه كده؟ لو سمحت يا فندم انا بطلب القبض على المؤلف والمخرج. لا يا حبيبي، الشيله بقت كلها بتاعتك. الشيله كلها بتاعتي؟ شيله ايه؟ وانا اشيل شيله ليه اصلا؟ وايه الموضوع؟ قريت جرايد بكره؟ لا يا فندم. خد اقرا بقى. بص يوسف معاطي كاتب ايه؟ كاتب ايه حضرتك؟ شعبان ابو العالمين حموده، تاليف هنيدي، ووضعت اسمي مجامله. لا انا ما صدقش ان الاستاذ يوسف يقول كده. حلو ماشي. طب ايه بقى رايك في الفيديو ده؟ اللي انا بحبهم يعني. ايوه ايه هنيدي اتمسك. يعني انا بصراحه في الفتره الاخيره ما حبيتش اشتغل مع هنيدي شويه، يعني هو برضو تحس ان كده في تقل، في مشاكل يعني حاصله بيننا وبينه. وبعدين الحمد لله يعني ان انا حتى رفضت الفيلم الاخير اللي هو بتاع شعبان رمضان مبروك ابو حموده ده، وقلت له يعني الفيلم مش مناسب معاه يعني. فالحمد لله يعني. بصراحه انا حتى كمان قابلت النجمه محمد هنيدي وقلت له، حذرته كمان، قلت له اوعى اياك والاجزاء، لان الاجزاء ده شيء وحش جدا، ده ناقص كمان يطلع لي في الاذاعه، يعني مش ممكن فيلم ومسلسل. لا 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 لا، شيء بجد مؤسف جدا، وتهرينا على مدار السنين من ليالي الحلميه للدالي لكده النسا. لا فكره بجد سيئه جدا، لازم خلاص تنتهي بقى، ادمت قوي. كفايه ولا نقول كمان؟ لا كفايه يا فندم، رغم اللي انا شفته وسمعته من الزملاء ده مش دليل قاطع للادانه. لا ارتهف ذكاء، بس انا عندي قفلة الموضوع. ايه رايك في البوستر ده؟ جبناه من قدام سينما مترو، تاليف محمد هنيدي، اخراج محمد هنيدي، انتاج. كفايه يا فندم كفايه، ارجوك كفايه، متشكر قوي. يمكن الحاجه الوحيده اللي حصلت في المحنه دي ان انا عرفت الزملاء كويس، متشكر جدا يا فندم. يا فندم انا بعترف لحضرتك ان انا صاحب كل الجرائم دي، وانا اللي انتجت والفت وعملت كل حاجه، وانا كنت وراء اصرار فكره ان احنا نعمل اجزاء لحضرتك. انا هشيل كل الموضوع، وانا مع حضرتك، ويا ريت تكتب في محضر رسمي ان انا بعتزل التمثيل، لان انا ما يشرفنيش ان اشتغل مع زملاء يبعوني كده. ممكن اقعد مع نفسي شويه بعد اذن حضرتك؟ خد وقتك. شكرا. فظيع فظيع فظيع. مالك؟ ايه ده يا فندم؟ سوري. لا مفيش حاجه، انا عايز اروح بعد اذن حضرتك، انا واضح ان انا مجهد. شكرا على كل حاجه. شكرا يا فندم، شكرا، ربنا يخليك. شكرا. فرصه سعيده يا فندم. شكرا. انا اسعد. الله يخليك. يا ريت بعد اذنك. تحت امرك. طلب اخوي. امر. بنتي صفاء بتحب تكتب الواجب بالقلم الاحمر. اتفضل يا فندم، اتفضل، ربنا يحفظها، اجيب لها كرتونه ان شاء الله. شكرا. العفو يا فندم. اختها ابتهال. آه. بتحب تكتب الواجب بالقلم الازرق. ربنا يحفظها يا فندم. شكرا. شكرا. بعد اذن حضرتك. شكرا. طب مفيش حاجه ليا؟ حاجه زي ايه؟ تذكار يعني حضرتك؟ يا ريت. تحت امر حضرتك، بس تصدق انت راجل محترم، انا هديك حاجه غاليه عليا جدا. لا لا يا فندم، والله والله لا تلبسها، ارجوك ارجوك. شكرا جدا. شكرا. سلام عليكم. قلبي حاسس انه بريء.
حبيبي عمور، شيرين رفيقتي من زمان كتير، احنا صغار بيبي هالقد، وكمان خطيبة تخي جونسي ومعه مصاري كتير كتير كتير. شو يعني مليونير؟ حبيبي انت بتاخد العقل، احلى شي بحياتي وفي عيوني انت. لكن قوليلي مين بده يدفع حساب الغدا؟ انا على الحميد المجيد. اكيد خطيبة لصاحبتي شيرين. اوبس. شو صار؟ الهيئة في فرد فقعت، دايماً حرشتيني، دايماً حرشتيني. هيدا الدكتور الحمار كل مرة بيقول له ما تنفخن هالقد، ما تنفخن على القد، بيقول لي لا 2.8 أحلى، بصير مثل الفور ويل، هن لازم 2.1، وأنا مع الحرب فقع بفقع. دخيلك. ايه شيرين، أصحابك دول هيطلعوا مريشين ولا أونط؟ أنا ما بقعدش غير مع الأغنياء وبس. حبيبي ما تقيم الناس حسب غناهم، قيمهم على اخلاقهم. ولا اخلاق ولا بتاع، انا بقيم بالعربيات، اقل من بورش ما بقعدش. انت مش شايفه الكابروليه اللي انا جاي بيها؟ انت عارفه انا دفعت فيها كام؟ اوف صرت عارفه، قلت لي اياها شي 500 مره. ليك حبيبي، روبي رفيقتي من عيله كتير كبيره، هاي. هاي هاي، بس اكيد مش اغنى من عيلتي، انا مش عمرك شفت حد فيه شنطه فلوس وراه؟ دي مليانه ما شاء الله، هاتي يا بت هاتي، هاتي، انت يا ابني رج الفلوس لا تعرق في الشنطه. تعال ما نشوف صحابي. هاي بونجور. هاي حياتي، كيفك؟ سبا الحمد لله. هاي كيفك؟ هاي، بحب اعرفكم، هيدا عمر خطيبه، وهيدا تامر خطيبه لشيرين. ما فيني خبرك يعني رجل اعمال كتير مهم بمصر، وهلا عايش هون ببيروت، وغني غني موت. وغني غني موت وكتير مهضوم. اهلين، نايس تو ميت يو مستر تامر. اهلا حبيبي، اهلا اهلا اهلا. طبعا عمر ما فيني خبرك انه استاذ تامر من عائله كتير مرتبه، بحب اللبنانيه كتير وبقدر مواهبهم كتير كتير كتير. اهلا حبيبي، اهلا، تشرفنا. اهلا وسهلا. ايه ده سبحان الله، لو سمحت يا اخ ممكن تقفل وتفتح؟ لو سمحت هفهمك، اقفل وافتح على طول. وريني وريني، يلا يلا. هو يخرب بيتك عمر عجرم، اخبارك ايه؟ يا خبر، تامر حمدي السبرسجي يخرب بيتك. وينك يا راجل؟ ايه يا معلم السبرسجي ايه؟ انت لسه فاكر؟ انسى بقى الكلام الفاضي ده. انا دلوقتي تقدر تقول عليا من اغنى اغنياء الكون، من اكبر العائلات. شو عائلة؟ هيدي اوطى عائلة بمصر. شو اخبار اخوك النشالي؟ سيد محبوس بس هيخرج ان شاء الله. انت اخبارك ايه واخبار عيلتك؟ لسه معفنين وبكح تراب من الفقر ولا عاملين ايه؟ معفن؟ شو معفن؟ انا دكتور. يا راجل دكتور ايه وانت لاقي تاكل؟ بقول لك انا بقيت اغنى واحد في الكون. اهلا اهلا اهلا. الله يزيدك. الله يخليك. شو اخبار الحاجه؟ خرجت من السجن حبيبي؟ حاجه ايه وبتاع ايه؟ هقوم لك تاني يعني، ما انا كنت لسه عندك. تعالى. ايه حاجة ايه وبتاع ايه وسجن ايه؟ انسى بقى انسى الموضوع، اختلف. تقدر تقول انت محتاج فلوس، عايز اي اؤمر فلوس فلوس يا ابني، فلوس فلوس، عشان بس الموضوع بالنسبة لك يبقى مش عارفهم كام. خدي، احنا تشرفنا يا انس. هيدي لإلي؟ طبعا. ميرسي شيرين. اهلا 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 يا شيرين. مش معقول، احلى حاجة حصلت النهاردة، عمر ده صديق عمري فوق ال 15 سنة. الله يديم المصاري، قصدي الله يديم المحبة. صدقيني يا بوبي، تامر من أوفى الأصدقاء اللي ممكن تتقابليهم في حياتك. حبيبي حبيبي، على فكرة احنا لازم نخرج كتير. رش، أنا سلمت كتير. رش رش، سكتي إيدين الناس، معرفش غسلينها ولا لأ، حاجة صعبة قوي. ما بشوفش حاجة ليه؟ يا متر متر، اهلا اهلا، نور يا عمور. اهلا وسهلا فيك مسيو تامر. اهلا اهلا، عن جد بيروت نورت كتير. منورة بأهلها. اهلا يعني، هات هات كل اللي عندك وخد بقشيش زي ما انت عاوز انت وزمايلك، بس مبدئيا نزل لنا 40 ايس كريم عشان الجو حر قوي. يلا باي 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 يا جماعه، احنا لازم كلنا كده. اتشرف ان انا اعزمكم النهارده على العشاء في اغلى مطعم، لان فعلا انتوا مش متخيلين انا غني ازاي. شكلك بتحب الفلوس. ابدا فعلا. طب هاتي اللي انا اديتهم. نعم. اوكي بهزر بهزر. انا كمان. هاي شيرين. هاي عمر. الو كيفك؟ ماشي الحال. المفروض يقول منيح كلبناني يعني، ولا هو بيحب مصر؟ كتير بحبها لمصر طبعا. عمر ايه ونيلة ايه؟ ده اساسا ولد كلب ولا عمري شفته في حياتي، وعيلته نصابين وسيرة انا مش عايز اتكلم فيها في الوقت اللطيف ده. بس انا خايف يعني تكون انت متضايقة انك خرجتي معايا عشان شيرين انتينك وكده. شو شيرين انتيني؟ طب حياتك قلت انتيني شيرين، انا ما بحبها اساسا، كتير بتغار مني ولقيمة لقيمة لقيمة يعني. سوري اذا عم بحكي عنها هيك هلا. لا 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 لا، بتحكي ايه؟ ده انت بتحكي زي ما انت عايزه، دي شخصيه زباله اصلا، وانا ما كنتش طايقها وشكلها نصابه من الاخر. بوبي
انا من يوم ما شفتك يا بني مش شايف حد في الكون، صدقيني كل فلوسي وثروتي وفيلاتي وبيسيناتي، هقول لك كل حياتي ملكك. عن جد؟ عن جد؟ طبعا عن جد. انا ممكن اتجوزك دلوقتي حالا في البسين ده. يا الله، طب انت يعني ما رح تفكر بالناس وكلام الناس وعمر وشيرين؟ توصف الناس، الناس ايه؟ هو في ناس غيرنا في الكره الارضيه؟ تحسي بموقف البنت دي؟ ده انا مليهولك في 10 ايام. كتير مبسوطه كتير. الحمد لله يا حبيبتي. انت مش جعانه صحيح؟ انت كتير جعانه كتير. معقوله؟ وليد ذوق يا بابا. ضفدع بشري جايب لك العشاء، ايه رايك؟ كتير رومانسيه. شفت عز قبل كده؟ اه. فين الشوربه؟ انت هتستهبس، روح هات الشوربه. معقول حد هتموت عليا معقول؟ بسم الله بسم الله بسم الله. طب بما ان يعني احنا عايزين بعض كتير ومنسيين. اه كتير حلوه. اه انا حد يقول لك سر كتير حلو. قولي. انبسط فيه كتير. قولي. تعرف ان انا مستحيل تهرب؟ تتكلمي بجد؟ مش هتهرب مش هتهرب. ليه؟ واخده بطولات سباحه مثلا؟ عندي عوامتين بنتخن 4 مرات في السنه. طب خلاص، هو انت بتتكلمي على الجبل؟ ده احنا في البسين، ده احنا في البسين. بوبي 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 اطلعي خلاص نفسك يا ماما، ده انت غطاسه رهيبه. بوبي البيت ماتت ولا ايه؟ يا وليد حجز انت من هنا وانا هشوف من هنا. ولد عم ابراهيم بسرعه هو واولادي ينطوا في البسين يدوروا على البيت. بوبي اتحرقي بقى، انا جعان. هتعطيه ولاد وريني تسيبك منها. هاي هاي هاو ار يو فاين؟ منورين منورين. طبعا انتوا حاطين في دماغكم بلاوي ها؟ وقلتوا في ليله امانيا؟ لا لا للنهارده لا. انا هطرح بيتكم للاسف واقول لكم الخبر اللي بالنسبه لكم هيبقى قطع عيش للامانه. يعني النهارده اخر ليله بالنسبه لي في العزوبيه، بكره ان شاء الله هتجوز ست مش عايز اتكلم عليها كتير، بنت بيت، بنت اصل، متربيه، هتنسيني كل التفاهه وكل السفاله اللي انا عشتها في حياتي اللي انتم منها طبعا. هبتدي اكون راجل محترم، وبالتالي هكون في بيتي محترم، بيتي هيبقى ليه تقاليد، ما عنديش زيارات، مش عايز حد فيكم يتكلم في التليفون لان اصلا مش هيبقى فيه تليفون في البيت، هو تليفون واحد من 9 لـ10 وللمقربين قوي، فيا ريت ما تخربوش نفسكم. مفيش زيارات لاهل مراتي حتى مش ليكم، بيتي هيبقى بيت قديم. انا كنت عايش معاكم حياه عصريه بس اكيد هتسمعوا عني بعد جوازي بفتره، انا عامل ايه في بيتي؟ هضطر اطردكم، انا اسف. يلا جو اوت. يلا برا 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 بره، كل الثور اللي عندكم تتحرق. يلا يا بنت انت، يلا قومي. قاعدة ليه؟ ما كلهم خرب، ده انت رخم قوي. يلا في داهية، بيت كده ينضف يبقى فيه ست وفيه راجل، ومش راجل عادي، سيد الرجالة. توكلنا على الله. إلى الجواز. أنا يعني مش هبقى قاسي للدرجة دي، هحبها بس الأصول أصول، هتشوفوا الأصول اللي بيحكوا عليها في الكتب. يا بوبي والله والله يا بوبي، وانت معايا بحس ان الدنيا كلها بتضحك عليا حياتي. بس مش عجباني بوبي، خسانه وهفتانه وعدمانه. ايه معك حق حبيبي، انا بغير المقاس 4 مرات في السنه مع كل فصل قياس شي. هتوحشيني حياتي. وانت كمان يا روحي. بعد مره. باي. بوبي ومين ده يا بوبي؟ ها؟ مين الأخ اللي كان نازل وودعتيه وبوس وكده؟ هذا الكوزين تبعولي. يعني إيه كوزين؟ ابن خالتي سهيل. سهيل بس سبحان الله، لا شفته لا فرح ولا تعرفنا على بعض يعني. إيه ما إنه كان بأستراليا وهلأ رجع، بس مخانق مع مرته، عنده مشكل كتير كبير، كنت عم حل المشكل. طبعاً طب بس بذمتك حد يحل المشكل؟ الساعة 4 الصبح. شبيك تامر شبيك؟ لا مفيش حاجة، أنا بتناقش معاك. بدك تخنقني شيء؟ لا أخنقنك شيء ليه؟ ده أنا أعمل لك بطيخ، أنا بنتكلم عادي. إيه سهيل؟ سلمي لي على الجيتار. إيه حبيبي؟ أعمل لي ميس كول بليز وقت توصل على البيت. بيزو بيزو. هو
دلعوا بيزو غير سهيل؟ انا مش فاهم، عايز افهم الراجل اللي كان في بيتي. تاكلي بطيخ؟ شو بيك؟ ولا بيك ولا زفت. شو بتخبل؟ شو بتهبل؟ وانا يا دلي يا دلي على هالغرفة، وانا يا دلي يا دلي على هالدرج، نطت نطيت شو هالمسحة، وانا هيدي جوزك؟ ايه يا دلي يا دلي يا دلي، يلا حبيبي رح اشتاق لك كتير كتير. وانا كمان. لا مش حنبوس، حنبوس هالباب يا دلي يا دلي على هالباب. بوبي، ممكن اعرف مين الافندي اللي بيلحس الابواب ده في بيتي؟ هيدا كوزينتي. وانت ليكي كم كوزينتك؟ في كوزين اولاني وكوزين تاني. كوزين الاولاني ابن خالتي، هيدا كوزين التاني ابن عمتي. وابن عمتك بيعمل ايه في بيتي في الفجر؟ تعمل شبك؟ بدي اعطيك ليستا يعني باسماء كوزين تيتي؟ حبيبتي انت بتتعصبي ليه؟ ده انا بفتح كلام معاكي بندردش. كان عنده مشكل مع امي، عم بحل له المشكل، ما في شيء. يا حبيبتي انت وكوزنتاتك على راسي من فوق، وربنا يخليكي وتحلي مشاكل اهلي، فرفشي بقى كده. قومي اعملي لمناد. حاضر حاضر حاضر. ثلاث معالق سكر. عيوني لسه قاعد معاكي حالا، جاهز في الثلاجه. تعالي ندردش. جاب شي تعسيب. ايه سهيب، وقت ما توصل على البيت بليز اعطيني مس كول. اوكي حبيبي. بيزو 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 بيزو. انا كده عرفت انت بتعزي سهيب اكتر من سهيل، لان سهيل اللي فات قلت له 3 بيزو، ده قلت له 5 بيزو. انا بحب البيزو مع اني مش عارفها، بس قشطه يعني. فرفشي بقى كده فرفشي. انت بتبرقي لي كده لان اقوم اعمل لمو. انا كثير انبسطت فيك اليوم. والله حبيبه قلبي. مرسي مرسي كثير انك اجيت، ان شاء الله رح نتكرر. اكيد اكيد، والله مشتاقين كثير. بعرف انا كثير مشتاقه. يلا باي باي. باي باي حبيبتي. باي باي حبيبتي. باي باي. بوبي. نعم. شو شو في بوبي؟ بوبي بوبي، ما في عندك غير بوبي، دخيلك فوت نام. يطلع مين ده ان شاء الله؟ سويل ولا عقيل ولا مين بالظبط؟ شهاب جوز خالتي. طب يا اختي اقفل الباب وتربسه، ولا في وفد جاي نستقبله؟ لا خلاص تربسه. حبيبتي انت وحشاني، انا متعصب لانك وحشاني. انت مديه كل وقتك لاهلك، افضيلي شويه. تامر عن جد كتير تعبانه، مش قادره احكي ولا كلمه. حبيبتي ما تقولي ان انت تعبانه، اخدك افسحك يومين في اي حته واموري. ايه يا هانم ده؟ ايه اللي انا شايفه بعنايا ده؟ شوفي انت بتخونيني يا بت. شو بتخونك؟ جنيت انت شي؟ جنيت انت شي؟ بتلعب المزرعة السعيدة مع شاب غريب في وسط الليل؟ وبالايباد اللي انا جايبهولك بفلوس يا خاينة؟ لا انت عن جد جنيت، انا شريف اشرف منك من اهلك كمان. من اهلي وبترمي الايباد؟ طب تعالي بقى، انا هرميكي في الشارع اللي جبتك منه يا واطية. لا تعالي. دخيلك ما تمرمطنيش. ده انا همرمطك انت وال 30 راجل اللي بيجوا هنا دول. لا دخيلك. استني قبل ما تمشي، انت طالق طالق، فاضل كام واحدة كده؟ واحدة. طالق يلا قولي بالسلامة. ما تمرمطنيش. قرف تتخينة، راجل طالع راجل نازل، مش مضايقني وجودهم، اللي مضايقني ان مفيش ولا نطع منهم وهو نازل قال لي مساء الخير حتى. استغفر الله العظيم يا رب، طلقت الولية اونطة. يا ميدو قلت لك ابعد عن الباب ده دلوقتي، ابعد عنه. أنا مش عارف الراجل ده جاب لي السيشوار ده منين داهية. يا ابني قلت لك تعالى ناحية دي. نجم ماجد المصري وصل. هلو يا صبري. هلو يا نجم. غدا عبد الرازق جت؟ المدام بقى لها 8 ساعات هنا وسيزو جاهزة. خليها تستنى، أنا لسه عندي مجموعة 50 ضغط عشان عندي مشهد صعب قوي يا صبري. إيه علاقة الضغط بالتمثيل يا أستاذ؟ ازاي يا صبر انت تافه ولا ايه؟ انا كماجد المصري معود جمهوري ان امثل بكل عضله في جسمي وكل شعرايه في دماغي. طبعا الموهبه دي بتاعت ربنا، بس النجم يا صبري لازم يبقى عنده ادواته. ايوه ايه ادوات النجم يعني يا استاذ؟ يعني مثلا سشوار بتاعه، سان اويل بتاعه، طبعا كارنيش جيم. بعدين بتكلم معاك ليه؟ انت تافه وانا نجم. انا نجم يا ابني. معلش. شوف شغلك. اتفضل يا استاذ. السشوار جاهز؟ جاهز يا استاذ. شغلوه.
شعرك يا استاذ. الحقني يا بابا. تشوروني تشوروني شعري. مساء الخير يا شباب. مساء النور يا فنان. يوم جميل ان شاء الله. غدا عبد الرازق جت سوري دود ده حبيبتي مش واخد بالي معلش كنت مديان ظهرك. اخبارك ايه؟ الحمد لله. ايه تاخرتي ليه؟ تاخرت حصلت لي كارثه. ايه اللي حصل؟ مصيبه. السشوار بتاعي فرقع في البيت. سشوار بس؟ اه والله فرقع. انت عارفه بقى ده مركه هجيبه منين؟ اضطريت اجيب واحد محمول صغير امشي بيه الحال لحد انت عارفه شعري بالنسبه لي ايه؟ تمام معلش حبيبتي. يلا استاد باي يا جماعه. حاضر يا بيه. حاضر ثانيه واحده بيه. غدا شوفي شعري تحفه. تحفه. يا مجد كل الوطن العربي بيتكلم على شعرك. الحمد لله الحمد لله. انت عارفه ده بدعوات الناس المعجبين. بمشي في الشارع دود ده الناس بتقول يا ماجد يا ماجد ربنا يعلي سعرك ويطرح البركه في فروه شعرك. شوف كلاكيت خش كلاك. حاضر يا فندم. يلا تعالى تعالى كده. يلا اتفضلوا. يلا استاذ ماجد استاذ ماجد ركز لو سمحت. حاضر يا فندم. يلا يا استاذ ماجد. حاضر يا بيه. حاضر. ما هو شعري انا بظبطه مش عشان اروح بيه عشان امثل في المسلسل بتاع حضرتك لو سمحت اديني وقت. يلا يا فندم يلا خش كلاك. اتفضل قول. يلا ستاند باي. يا استاذ يا استاذ اثبت يا استاذ. حاضر. يا استاذ اثبت. حاضر يا فندم. ما انا بظبط شعري للشغل يا استاذ. استاذ ماجد ستاند باي. جاهزين. خش كلاك. اتفضل قول. يا استاذ ماجد لو سمحت. ايوه يا بيه ايوه بيه. ما انا لازم اظبط شعري. حضرتك مش متخيل الموضوع بالنسبه لي عامل ازاي. انا نازل في المسلسل ده بشعري من الاخر مع احترامي للمؤلف والدور سوري يعني وقايل لكل اصحابي على الفيسبوك بصوا على شعري فاديني اديني وقتي لو تكرمت. خش كلاك. يلا ترن اوفر. قول. 5-3-1-1 يا استاذ ماجد يا استاذ ماجد. لا يا بيه مش معقول ربنا حلاوه يا بيه يعني اخش فيه منكوش الدين وبعدين سوري شوفوا لنا المنطق فين. انا في عقد شرط في العقد بيديني الحريه المطلقه للتعامل مع شعري. انا اسف يعني احرجتوني جدا. خش كلاك. اهو سوري يا غاده وطروني انا اسف. يلا اتفضل يا استاذ ماجد يا استاذ ماجد. يا بيه حاضر. ما انا بجهز. حاضر يا بيه. لا لا طب ما عماله تلعب في شعرها ما حدش كلمها. استغفر الله العظيم. استنى يا استاذ دقيقه واحده. غدا الورق. انا جاهز يا فندم. يلا اتفضل خش كلاك. دور. يا استاذ ماجد يا استاذ كتير كده اتفضلي. دور. 5-3-1-1 ايه اول مره. يلا اكشن اكشن. اتفضلي اوريك المفاجاه اللي احنا اتفقنا عليها. تعالي اوريك المفاجاه الفظيعه اللي بره. تقدري تتخيلي كام لمبه في المكان؟ حوالي 37,000 في جنيه وربع. تقدري تعرفي انا بحبك قد ايه؟ كل ده عشاني؟ طبعا كله عشانك. الشمع واللمض وصاحب الشمع واللمض. انا تكفيني لمبتين وخلاص. مبسوطه؟ قوي. الجزمه دي مضايقاني قوي. ده عاج اصلي خلي بالك مش ها؟ دي فيها بوش هتتظبط. ايوه كده الواحد يفرفش في بلته. فاكرة أول أغنية سمعناها مع بعض؟ كانت تقريباً يا طالع النخلة هات لي معاك بلحة. أكيد مش هي دي؟ سوري سوري. كانت موال سجان الغرام لعبده الإسكندراني. أنت ما تنساش حاجة أبداً؟ ما أقدرش ما أقدرش أنسى ما أقدرش. حطي إيدك على صورتي. أيوة على الصورة انزلي تحت. على الصورة بالظبط. أيوة اضغطي اضغطي يا بت اضغطي. ايه رايك؟ وديك عرفتي كلمه السر. عايزه فاير ووركس سرتي على طول. تلاقي كل حاجه تحت امرك. كل ده عشاني؟ مبسوطه؟ قوي قوي. الموال.
عارفة أنا رجعت لك ليه؟ ليه؟ عشان أنا بحب الست اللي خشبها عريض. الله يحميكي، مش عارفة أوصفك بإيه؟ طاووس، فرس، أنت جمل. أنت يا حبيبتي جمل. وعشان كده عايزك تجري رهوان ورايا على كوبري الجامعة، ما تتعبنيش. ايه ريحة الشياطي؟ ايه ده القرف ده؟ ايه ده انت بتولعي يا غادة؟ غادة بتولع يا جماعة الحق. استنى حاجة، شعرك محدش يجيب لها براحة شعر. بس شعرك انت سايبني وصلك شعرك؟ خلاص الحمد لله. كان لازم كل الشمع ده كنت هتولع فينا. معلش معلش انا اسف، بس لازم احافظ على شعري. صدقني كنت ناوي اطلع السشوار بتاعي توفيكي، بس البطارية ضعيفة والله. سشوار؟ ايه ده انت هتعملي ايه؟ لا سشوار؟ لا غادة مفيش هزار. الا سشوار، الا سشوار يا غادة، الا سشوار، الا سشوار. حرام عليكي كسرتيه. يا جماعة انا ماجد المصري، انا بسجلها على الهواء قدام جمهوري ان انا اعتزلت التمثيل، اني ما اقدرش اكمل مسيرتي الفنيه من غير السشوار بتاعك. اسف. مشاهدينا، سمعنا في كل الاوساط الفنيه ان الفنان ماجد المصري عايز يعتزل الفن، واكيد خبر زي ده ما كانش ينفع ان احنا نعديه من غير ما نيجي ونتاكد منه مخصوص. دلوقتي احنا قدام كرفان الفنان الكبير ماجد المصري عشان نعرف منه حقيقه الخبر. استاذ ماجد. سوري سوري. ايه يا توني بتعمل ايه بيروت يا توني لحد دلوقتي؟ استاذ ماجد لحظه من فضلك. توني فين الكريمات بتاعت شعري؟ انا شعري بينهار يا توني، انت فاهم يعني ايه شعري بينهار؟ استاذ ماجد احنا محتاجين حضرتك في كلمتين وانا بقى في تليفون اهم من الدنيا كلها. انت بقول لك ماليش دعوه، مراتك بتموت، انا شعري اهم من الدنيا كلها. بكره اكون عندي بالكريمات. باي باي. مساء الخير. مساء الخير استاذ ماجد. احنا يعني سمعنا وكل جمهورك زعلان جدا من الخبر اللي سمعناه ان انت بتفكر في الاعتزال او فعلا اعتزلت الفن. الخبر ده حقيقي؟ هو فعلا انا قلت كده، بس ده كان لحظه انفعاليه لان اختلفت انا والمخرج اللي مهتم بكل شيء الا شعري وتدخلات، وبيدي اوردرات غلط للراجل بتاع السشوار. شعري كان هيتحرق، فكان لازم اقول انا هعتزل، بس طبعا مستحيل اعتزل لان انا يعني الفنان ملوش غير الفن. يعني انا بطمن جمهوري انا راجع، واللي مستنيني ان انا اعتزل انا بطمنه انا مش هعتزل وشعري مش هيجرى له حاجه. طب يعني هل الاعتزال ليه علاقه بشعرك بالسشوار؟ انا يعني حضرتك قلت كلام كتير انا مش قادره افهم. هو كان في سوء تفاهم زي ما بقول لحضرتك، انه انا يعني احب اما اشتغل مع مخرج يهتم بشعري يمكن اكتر مني. لعلم حضرتك انا الفنان الوحيد اللي باخد اجرين، مش اجر واحد، باخد اجر ليا واجر لشعري، فلازم ده يتقدر. والاجر ده متساوي ولا شعرك بياخد اكتر؟ لا شعري بياخد اكتر انا يعني، وده شيء يسعدني. ما هو شعري حد غريب؟ ما هو شعري، فعادي يعني، ما كله جاي لي انا، فاهماني؟ يعني هم لو دفعوا فلوس لشعري هيروحوا يدوه لاحمد السقا؟ هيدهوني انا صح، مش شعر ده شعري، فالحمد لله. هل شعرك ده بيبقى سبب في غيره ما بينك وما بين الفنانين التانيين؟ لا هو كان انور وجدي بس، ولكن انور وجدي ما كانش بالطول ده. يعني الاستاذ انور وجدي ما كانش بالطول ده، وكان في سمعت من بعض الاصدقاء ان كان في بعض كلامه انه مش مستريح لشعري، بس طبعا ده استاذنا ما اقدرش اتكلم عليه ولا ارد عليه يعني. طب حضرتك مثلا استخدمت كيراتين ولا ده شعرك الطبيعي؟ يعني بتستخدم لا انا ممكن يعني هقول لك على حاجه ما قلتهاش لبنت ابدا. اسمح لك تمسكي شعري؟ امسكه؟ امسكي لو سمحتي. ده كرياتين؟ اه ده كرياتين؟ لا قولي للناس ده كرياتين اللي عند ماجد المصري؟ لا مش كرياتين خالص. لا لا ده كله طبيعي. طيب هل دلوقتي لو جالك دور ومطلوب منك ان انت تطلع فيه اقرع، هل هترفض الدور عشان شعرك؟ والله لو الفلوس كتير ارفض طبعا، تنزف شعري. يعني لو عرضوا مبلغ يظبطني سنتين ثلاثه احلقه دلوقتي. قد ايه المبلغ ده؟ 15000 جنيه احلق شعري دلوقتي. 15000 جنيه بحاله؟ والله 15 ونتفاوض كمان. الحياه صعبه قوي يعني، الحياه صعبه قوي. ولذلك انا بطمن جمهوري اللي ممكن يكون قلق ان انا قلت هعتزل، انا مش هعتزل. اعتزل لمين؟ اسيب التمثيل لمين؟ اسيب الدخله على الكاميرا والهله دي على مين؟ اسيب الجست لما بقف قدام اي حد ده على مين؟ في ممثل بيقف بالجست دوت والافيش دوت؟ مستحيل. اسيب الكرفان ده لمين؟ والله العظيم لا تفليني. لا لا بس انا ثانيه واحده. فليني لو سمحت عشان تثبتي للناس كلها. فلي فلي او اي حته في دماغك. يا استاذ ماجد بس ثانيه واحده. امال ايه مش جاي تشطري عليا وتقولي لي حشرات؟ استاذ ماجد حياتك كنت اطول من كده بكتير. امتى؟ اذا انا شفتك قبل كده، ايه اللي حصل؟ دي حقيقه، ما انت جايه وعندي ازمه، الراجل ما جابش الكريمات. هتشوفوني الاسبوع الجاي اطول مما كنت. انا بطمن الجمهور. السيرم بيعمل كده؟ السيرم هو طبعا، ما انا كل احاسيسي ونموي جاي من فرحتي بشعري. لو متظبط وفي سيرم انا بنمو، لو مطفي
يعني ممكن بعد بكره لو جيتي ومفيش سيرم تدوري على ماجد المصري مش هتلاقيه. لا بس استاذ ماجد انا مش عايزه اضايقك بس انا ما بستخدمش سيرم. فعلا؟ لا خلاص انا جايلي انا جايلي. انا يعني بشكرك وبشكر اهتمامك والقناه بتاعتك ان انتوا اهتميتوا بخبر اعتزالي بس بعدها وبكررها انا مش هعتزل ولا هتنازل على اي دور بيعرض عليا بشعر اقرع بنص دماغي. وصلي للناس اللي نفسها ان انا اعتزل الرساله دي. احنا بنشكرك جدا يا استاذ ماجد ويعني ربنا يخلي لك شعر. ميرسي جدا ميرسي على ذوقك فرصه سعيده وكل سنه وانتم طيبين. كنت عايزه اسالك سؤال بس. اتفضل. ما يجيش اي كريم عبال السيرم ما يجي بتاعي شنطتك دوري كده؟ لا انا طبيعي. ميرسي على ذوقك. باي 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 لجمهوري. ممكن عشان خصوصيتي. اتفضل حضرتك.